الذنوب وأضرارها، وأن الذنوب سبب كل بلاء وشر وعقوبة في الدنيا والآخرة، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ولهذا جاءت الآيات في كتاب الله عز وجل حاثة عباد الله على التوبة والإنابة إلى الله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 100 مرة. يستحضر في هذا المقام خطر الذنوب والمعاصي ومضرتها عليه وسوء مغبتها على العاصي في الدنيا وأخرى، فيبادر إلى